تعرف عن حال اسلام كان عن صاحب مشروع اروما مطعم كف الشب اروما. طبعا هو الاول مره يعني في فلسطين انه راح يدخل على اراضي الفلسطينيه في الضفه الغربيه مطعم اروما اسبريسو بار. راح درجة كثير مطاعم في الفتره الاخيره في طول كرم، بغض النظر عن شو اللي بتقدمه احنا راح نتميز باللي بنقدمه. احنا راح نقدم المكسيكي والايطالي، وطبعا عندنا تشكيله واسعه من المشاوي، من الاسماك، الاسماك المشويه والسلطات، بالاضافه الى انه بدنا ندخل شيء جديد، الدوناتسات الاسبانيه، الكريب الاسباني، الحلويات الغربيه وحلويات غربيه وشوكولاته فرنسيه. طبعا هذا راح يكون كلياته عنا ان شاء الله.